مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، بنواصل معكم فقرات برنامج ترحيب، خلكم معنا. نعم، واستعد معهد النور للمكوفين للاحتفال باليوم الوطني. المعهد جهز برنامج احتفالي حافل وممتع. نعم، التفاصيل طبعا، التفاصيل هذا البرنامج بيكون معنا في الاستديو الان السيد خالد الشعيبي. يا مرحبا ومسهلا فيك استاذ خالد. انا والله لخبطني احمد طول ما تضحكني في الفاصل. نضحك المشاهدين شو اللي يصير. شوي مودك تمام اليوم. لا انا والله اقول لمساء من زمان ما ضحكت، يعني اليوم ما ضحكت من اول ما جيت. يلا هيا احنا محظوظين انك تضحك. الله يطول في عمرك ان شاء الله. ان شاء الله استاذ خالد. سيد خالد، نبي نوقف على استعداداتكم للاحتفال باليوم الوطني للدوله، شو اللي صار، شو سويتوا على فئتنا الغاليه على قلوبنا هذه؟ اكيد مثل ما تفضلت، على فئتنا الغاليه على قلوبنا، انت عارف هذه الشريحه في المجتمع هي شريحه اساسيه. نعم. وجزء من تركيبه سكاننا. نعم. وهم حقيقه لهم الاولويه في هذا الاحتفال وهالمناسبه. اكيد معهد النور دائما وكل سنه يسعى في دمج الشباب ذولا ودمج عيالنا سواء كانوا البنين او البنات. نعم. من المكوفين والضعاف البصر. نعم. في هذه المناسبه الوطنيه، وانا اعتقد ان شاء الله بيكون احتفالاتنا السنه هاي 3 ايام. يعني زدناها شوي على اساس انه نحتفل بعدد اكبر من ذوي الاعاقه، سواء حتى الاعاقات الذهنيه. نعم. المتعدده المتعدده. في احتفالنا ان شاء الله بيكون يوم الاحد، يوم الاربعاء، يوم 11. نعم. في متعددي الاعاقه، وانت عارف ان هذا اللي محتاجين نوع من حقيقه الاهتمام اكثر. نعم. مساعده اكثر على اساس يكون يعني الحفل بشكل جيد، والحمد لله احنا عندنا ستاف يتعامل مع كل الفئات الموجوده. هذول الخير الله يوفقهم ان شاء الله. هذا يوم الاربعاء، يوم سعاده ان شاء الله. الله يطول عمرك. يوم الخميس طبعا بيكون مسابقات مختلفه، مسابقات ثقافيه في اجمل صوره، احلى كيكه، يعني احلى كيكه من صنع طبعا الطلاب. الطلاب بمساعدات طبعا الموظفين، وكذلك مساعده اولياء الامور. نعم. اجمل زي بهالطريقه، وفي يعني هدايا موجوده ان شاء الله. ان شاء الله. القصد منه كل هذا ان عندنا احنا يوم، هذا اليوم لازم نحتفل فيه جميعا. صحيح. باي طريقه كان وحسب اي اعاقه كانت. نعم. نعم. مهما كانت اعاقته احنا علينا نتقبل هذه الاعاقه، وانها كذلك نشاركه. نعم. هذه الفرحه. نعم، وان شاء الله يا رب ان الاعاقه ما تكون اعاقه يعني تمنعه من المشاركه، هي مجرد نقول عنها اعاقه، هي مجرد موجوده في بالنا، وان شاء الله نقدر نتخطاها، وهم عيالنا ويستاهلون كل شيء، وهم فئه، وان شاء الله تقدرون تاخذونهم بعد تودونهم درب السائل لو كان في امكانيه. للامانه احنا بنفرح فيهم لو بنشوفهم في فعاليات هناك بعد. صحيح. نبيكم تدخلونهم عاد، هذا طلب. بالعكس تواصل. ابشر بسعدك ان شاء الله. لا هم للامانه ما يقصرون. برنامج اكيد يعني ما يطلبه المشاهدون الحسابات، مو بترحيب. لا لازم ندخلهم هناك، خلي فوزهم جوائز مسوين ان شاء الله. ولا همكم. استاذ خالد، انا ودي اعرف شنو اللي يميز احتفالاتكم هذا العام عن العام الماضي؟ هو طبعا اللي يميزه يمكن الشيء الجميل السنه ان احنا بنشارك في المسيره الرئيسيه. المسيره الرئيسيه. في المسيره الرئيسيه. نعم. لمجموعه من طلابنا. وهذه اول مره صراحه تصير. نعم. وصدق احنا يعني في نوع من الخوف ونوع من الحرص، ان تدري الوقت طويل. صحيح. وفي نفس الوقت هذيل اطفال يعني. نعم. مرحله الروضه والابتدائي. صحيح. فمحتاج لهم عنايه. نعم. ولكن صراحه الاستعداد اللي عندهم وتقبل انهم يدشون في الحماس وتقبل المسيره فعلا خلتنا احنا فعلا مشاركون. نعم. ولله الحمد عندنا من القيادات من الاخوات والاخوان فعلا اللي الواحد يهتم يعني يهتمون فيهم ويثقون فيهم، وان شاء الله بيكونوا موجودين في المسيره الرسميه. والله هم كفوا وقدها. والله اكيد 100%. الله يوفقهم ان شاء الله. الله يطول عمرك. حتى ممكن يعني انا متاكد لو تبون حد يتعاون معاكم، والله انتم لو تقولون تشوفون كل اهل قطر بيجون عندكم، كل من يبي يشارك في هاليوم. والله ما حد يبي دعوه يعني، بس انتم ترفعوا يدكم. احنا شهادتنا فيكم مجروحه. انا اشكر قناه الريان على تواصلها. هذا واجبنا. ودائما حقيقه اهتماما في طلابنا وطالباتنا سواء المعاقين بشكل عام. نعم. على مستوى دوله قطر. وهذه الحمد لله ميزة أن الناس تتعرف على على أطفالنا وعلى مواهبهم وعلى قدراتهم. صحيح. وهذا الشيء يعني جزاكم الله عليه خير. الله يجزيك الخير إن شاء الله. بالعكس حق واجب. هذا واجبنا. بالعكس. برأيك شنو أهمية الاحتفال باليوم الوطني، وش اللي يغرس هذا اليوم والاحتفال فيه بنفوس النشأ؟ طبعا اليوم الوطني هو يوم الولاء، هو يوم نحتفل تحتفل دولة قطر فيه
شعبا وحكومة في هذا اليوم. في هذا اليوم جميع أهل قطر موجودين في مربع واحد، صحيح، في مكان واحد. حقيقة أنا أعتقد أن كل إنسان قطري في هالبلد لازم يحاسب نفسه إيش قدم حق هذا، صحيح، حق هذا الوطن. في هذا اليوم فعلا إيش الدولة ما قصرت من إحنا أطفال لين كبرنا، الحمد ما لله قصرت معنا. الحمد لله، الحمد لله. ففعلا هذا يوم الوفاء للأباء للأجداد، صحيح، للأحياء منهم والناس اللي لهم فضل علينا والناس اللي لهم فضل عليهم، صحيح، علينا. حقيقة أنا أتمنى يعني، أو مو بأتمنى، بالعكس أن هذا يوم فخر فعلا. الكل لما تشوف المرأة الكبيرة والطفلة الصغيرة، صحيح، كلهم شالين علم البلاد. نعم. البلاد عكس الأجانب الموجودين، يعني الجاليات اللي موجودة تلقاهم من عقب صلاة الفجر موجودين على الكورنيش، يعني يحتفلون معنا بهذه المناسبة، شاركونا الفرحة. نعم. هذا والله يعني نسعد ونفخر فيهم، صحيح، أكيد أكيد 100%. شوف هذول خاص ما نسميهم إحنا مقيمين، لا نسميهم هل يعني معاشوا هنا وتربوا معانا وكلوا من خير هالبلد، والحمد لله يا رب تشوف فرحتهم، تشوفهم والله فرحانين كأنهم يعني كانهم مقطريين، كانهم من هالبلاد هذا، وهم اصلا من هالبلاد، صحيح، محتفلين ويقومون لك من الصبح يتمون على الكورنيش لين الليل ويشاركون باحتفالات. بالعكس هالشيء جدا يسعدني. كان واحد من الشباب من ذوي الاعاقه على الويلتشير، لو شفت المسافه اللي قطعها يعني حتى رفض ان الشرطه يفتحون للشارع عشان يدش، قال لا خلي انا مع الناس وامشي مع الناس حالي حالهم. نعم. يوم وصل يعني تشوف الإصرار اللي عنده. نعم صحيح، على رغم إعاقته. نعم. ولكن الحمد لله يعني هي العزيمة، العزيمة يعني عطى درس كبير حق كل إخواننا من ذوي الإعاقة. نعم. يعني بالعمل اللي قام فيه حق، بس الدرس اللي وصل لذوي الإعاقة، لأن إحنا نشوف مثلا هالنوعية من الناس اللي الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذه، يمكن الإعاقة البسيطة أنا أسميها، من أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذا الشيء وأعطاهم شيء أفضل يمكن إحنا ما يكون عندنا. أكيد. فرسالة هم يصرخون بها ولكن بلغة مختلفة. أكيد. إحنا لازم نروح عشان كذا. أنا بدعيكم أنتم تحضرون مناسبتنا يوم الأحد إن شاء الله. أنا أتمنى أنكم تكونوا موجودين معنا وش قناة الريان، أنتم كأفراد في المجتمع. متى بتكون إن شاء الله؟ يوم الأحد الساعة 9 على فكرة. أنا زرتكم من قبل، كنت موجود عندكم. نعم، من قبل أذكرك. كان في مسابقة مسوينها وصراحة تشكرون على جهودكم. والله خالد أنا زرتهم وشفت الفرحة في نفوس الطلاب هناك، سواء من فئات كبار او صغار. يعني أتمنى. جدا يشكرون على جهودهم. انا كنت موجود فتره، صحيح، من الفترات هناك، كانوا مسوين مسابقه ما اذكر هي بالضبط شنو، لكن كانت مسابقه وجدا يعني مستانسين وفرحانين وتشكرون على هالشيء بصراحه. الله يوفقكم، ميزان حسناتكم ان شاء الله. ومره على الموقف اللي ذكرت لي اياه توك، اليوم الوطني اللي طاف، والله كنت من الساعه 9 الصبح كنت اغطي في مكان إلين ساعة 10:30 الليل. والله العظيم كان جنبي شخص على صاحب إعاقة على الويلتشير، والله ما تحرك من مكانه، سبحان، رافع العلم ورفرف ومعه أيضا أعلام قاعد يوزع، سبحان، يعني شوف شلون يبي يشارك، يعني حتى خذيت معه لغاية 3 مرات. نعم ما شاء الله. 3 مرات والله يستاهل، لو تحصل والله كان مكانة. قلنا على الهواء. لا والله ما يحضرني اسمه، لكن الله يعطيه ألف عافية. وصراحة هذه الروح المطلوبة. الله يوفق الجميع إن شاء الله. أستاذ خالد، أنا ودي أسألك يعني مشاركتكم بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا كلنا، هل في من جهات أخرى قاعدة تساندكم أيضا وتشترك معاكم وتبي التنافس؟ والله إحنا ودنا نطلع معاكم أيضا في هذه المنافسة. أكيد أكيد 100%. إحنا طبعا ما نحتفل بروحنا دائما. نعم. إحنا دائما شركاء مع المجتمع. نعم. والمجتمع حقيقة دائما يدعمنا، سواء كانوا مؤسسات أو كانوا شركات أو غير شيء. صراحة في السنوات الماضية اللي يمكن الفترة هذه اللي إحنا ما لقينا تجاوب من المدارس المستقلة. نعم. ما أدري، أعتقد عندهم يعني تعليمات معينة، عدم المشاركة الخارجية. إحنا نقول لهم، نوجه لهم رسالة، هذه المعاهد لذوي الإعاقة. نعم. محتاجين دمجكم معنا. صحيح. السنوات اللي راحت إحنا صراحة أبدعوا المدارس المستقلة لما سوينا شراكة. نعم. وغنوا مع أطفالنا. صحيح. ولعبوا مع أطفالنا وتسابقوا مع أطفالنا. السنة هذه يعني الحمد لله في موجودين، ولكن يعني للمدارس المستقلة. صحيح. وجودهم مهم جدا. نعم. وأنا أحب أوجه لهم يعني يا ريت أنكم يعني تشاركون في المناسبة هذه. نعم. لأن الردود جاتنا بعدم المشاركة. إحنا متوقعين للأمانة أنهم مشاركين، حتى يتم التواصل معنا هنا في القناة أنهم. نعم. تعالوا غطوا عندنا هذه الفعالية، ولكن أنت لفت لفتة جميلة أن إحنا نبيهم مو بشاركم بس فقط أن تكون مشاركة واحدة ومنصبة عليكم أنتم، لا بالعكس إحنا نبيكم أيضا تشاركون. هذا اللي إحنا نطالب فيه، يعني صحيح. نفس
السلفة صحيح. دمجهم محتاجين محتاجين محتاج الكفيف يسوي صداقات صحيح. يسوي علاقات صحيح. ومن حقه من حقه حق. فأنت كيف يعني صحيح. تحرم أطفال أن يشاركون يعني مع أطفالنا صحيح. فهذه يعني أنا أحب أن أوجه هذه الرسالة إلى الجماعة المسؤولين حقه في مجلس التعليم يا جماعة الخير عندنا أطفال من نعم. الروضة إلى السادس نعم. بيحتفلون بهالمناسبة الجميلة هذول أطفالنا وأطفالهم أرجو أطفالكم أنهم يكونوا معنا طبعا هذه الرسالة المفروض توصل لأيضا مدراء أو أصحاب التراخيص اللي في المدارس يعني أنا متأكد المجلس الأعلى يعني يرحب بهذه الفكرة ما في أحد في الدنيا ما يرحب بهذه الفكرة أتمنى والله أتمنى نعم. أخوي أحمد في هالموضوع يعني لأن إحنا ما نقدر نحتفل بروحنا صحيح. إحنا ما مو بخارج المجتمع إحنا مع المجتمع صحيح صحيح. وأنا أتمنى يعني مثل ما كان كنا في الماضي إن الحين يشاركون معنا في هذا لأن هاي فرحة للجميع فرحة الجميع صحيح. فلازم يكون الأطفال في نفس السن يشاركون نعم. معنا لأن أنت ما تعرف فرحتهم أكثر من أي فرحة صحيح. موجودة صحيح. لما يجي ويلمس الطفل ويلمس الطفل الثاني ويقعد معاها أنت من وين وأنا صحيح. هذه إيش سويتي إيش لبستي يعني هذه الأشياء كلها تعطي نوع من التعزيز في الثقة نعم. في الناس هذه فإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يعني بإذن الله والله يوفق الجميع إن شاء الله والله للأمانة يا أحمد يعني أنا اليوم فعلا يعني منبهر بالأشياء اللي الناس فعلا لو أنت نعم. تجي في الشارع وتشوف بس تتلفت يمين ويسار تشوف نعم. كل من مشغول يعني أنا أول مرة أشوف أكيد. هالشكل أكيد. يعني أكيد. الناس أكيد. كلهم مشغولين اللي يروح يفصل واللي يروح سوق العلي واللي سوق واقف وكل من مشغول ما تدري شو السالفة كله بس حق هذا اليوم إحنا نقول نعم. إن شاء الله يا رب وإحنا أيضا نقول نتوجه للرسالة أيضا لأن يعني أنا وردني أيضا من السادة المشاهدين اللي موجودين في المستشفيات نقولنا عسى الله سبحانه وتعالى يشفيكم احنا ما نسيناكم واحنا ندري ان انتم معنا في هذا اليوم واحنا متاكدين ان احنا بنتواصل معاكم وننقل الفرحه ايضا فرحه الناس اللي موجودين في المستشفى والناس ايضا مثل ما قال امس حمد زميلنا حمد الزكي قال ايضا الناس اللي موجودين خارج قطر بعد بنتواصل معاهم اكيد طبعا احنا داعين يعني السفراء الخليجيين داعين يعني معظم الناس والدعوه مفتوحه لكم ان شاء الله تحضرون يعني ولا تنسون يعني وجودكم مهم بالنسبه لنا صراحه ان شاء الله باذن الله فرحان إن شاء الله الكل في الخير إن شاء الله ويجي وهذا مش دعوة إلا واجب الله هذا لازم نجي وهذا مهما كان عيانا ما في أي اختلاف صحيح. ما في أي اختلاف طبعاً كل المهرجان اللي قاعد يصير طبعاً وراه ناس وراه جهود حقيقة صحيح. من أخواننا وخواتنا من نعم. الموظفين أنا أحب طبعاً أشكر الأنشطة الاجتماعية عندنا في نعم. معهد النور المنسقين للأنشطة حقيقة يبذلون جهد كبير صحيح. في هذا الموضوع نشكر مديرة المعهد نشكر نائبة المديرة على جهودهم كلهم اللي قاعد يقوم الله فيها الله يوفقهم إن شاء الله تستاهلون الشكر إن شاء الله تستاهلون الشكر نعم. وهذه يعني فرحة نرسمها على يعني على شفاه الأطفال سواء الأطفال العاديين أو الأطفال اللي عندهم يعني احتياجات خاصة يعني الله يوفق الجميع وإن شاء الله تكون فرحة فرحة الكل إن شاء الله آمين يا رب وهنيئا من قدر يرسم الفرحة والبسمة على شفاه الأطفال صراحة سيد خالد شعيبي مدير العلاقات العامة في معهد النور المكوفين يعطيك العافية أنت وجميع من ساهم الله يطول عمره لو إن شاء الله إبرة في هذا المعهد والله تشكرون على كل جهودكم صراحة طول عمرك الله يعطيكم ألف عافية ووصل سلامنا لعيالنا اللي موجودين عندكم الله يطول عمركم فرحتنا تكمل بوجودكم إن شاء الله نحن نشعر والله بسعدك طول عمرك الله يوفقكم إن شاء الله إذن أعزائي المشاهدين ومن فعاليات معهد النور إلى بطولة قطر أندورو الجولة الرابعة في سيلين واللي نظمها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية أمس بمشاركة 35 سائق كلهم تنافسوا في فئات متعددة ما نبي نحرق هذه المعلومات كلها خلونا نشوفها معاكم من خلال هذا التقرير هذه الجولة الرابعة من بطولة قطر للأندورو بالنسبة لليوم عندنا ما يقارب 31 متسابق رقم كبير مشاركة جيدة بالنسبة لنا احنا اكيد يعني هذه احنا نعمل المضمار على مسافة 4 كيلو في منطقة سيلين بالنسبة للتحضير المضمار عندنا ناس متخصصين في تحضير المضمار بالنسبة للبوديوم مثل ما انتم شفتوا عامر بالأبطال عندهم خبرة كبيرة عندهم خلفيات كبيرة عن سباقات التحمل يشاركون في جول سواء في الجولات في قطر من السنة الماضية البطولة ذي طبعا كبيرة بالنسبة لي يعني كحجم
يعني هي ما فيها مساحات طويلة، مسافات طويلة، بس الحلو فيها أن في فريق مشاوة في قطر، كل بطولة تشوفهم يزيدون فيها. الحمد لله رب العالمين، أول سباقين حصلنا المركز الثالث، وهذا ثالث سباق لقينا المركز الثاني الحمد لله، فهذا من تطور إلى تطور، ونطمح للأفضل والأحسن إن شاء الله. الحمد لله الله وافقنا في المركز الثالث، والشكر خاص للاتحاد القطري سيارات دراجات النارية، وشكر للشباب اللي معايا في التيم ما قصروا. السباق الأول من العادي يكون عندنا جنسيات متعددة من جنوب أفريقيا، من بريطانيا، من دولة البحرين، عندنا من الكويت، عندنا من الإمارات، يشاركون معنا على الموسم كامل يعني. والله التنظيم نوعين عندهم الجماعة، ما شاء الله من اللوجستيكيا كل شيء أوكي، ما شاء الله الجماعة ما يقصرون، أحسن تنظيم على مستوى المنطقة هم، والتنظيم الفني الحلبة أروع مرة، هاي أصعب مرة. دائما السباق يكون صعب، لاحظنا اليوم سابقنا بعد التي 3، طبعا تي 3 يعني عفسة الحلبة شوي، لكن هو سباق يعني ان كان يعني التراك سهل او صعب هو سباق، في النهاية الكل يبغي يفوز بالسباق وحقق انجاز. نعم مشاهدينا، يذكر أن المنتدى سيشارك فيه 30 دولة بينها 12 دولة عربية، وتستمر المنافسات فيه على مدى 3 أيام. نعم الله يوفق الجميع إن شاء الله. آمين يا رب. فقرات اليوم انتهت مشاهدينا، وبكرة إن شاء الله بتشوفون. تغطيتنا التي ستتواصل لفعاليات التراثية الغنية والمتنوعة في درب الساعي ضمن احتفالات اليوم الوطني. أما الليلة فلا تنسون مشاهدين الكرام تتابعون بعد ترحيب مباشرة برنامج زكريت الجماهيري التنافسي المباشر، خاص طبعا هو باليوم الوطني، واللي يبث يوميا عند 10 مساء لمدة ساعة. والبرنامج يجمع بين الترفيه والمنافسة والجوائز والتعريف بالتاريخ والتراث القطري، وإن شاء الله أن أنتم ما تشوفون على التلفزيون تروحون 8:30 وتحجزون أماكنكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. والله إحنا ترى الود ودنا أن إحنا نروح، بس إنه ما يصير لأن مشاهدين الكرام والله في جوائز لا تطوف يعني والله العظيم لو إحنا مش موجودين هنا ومسموح لنا كان والله إني أشارك. إيه والله إحنا حتى أمس نقول، بس إنه ما نقدر نقول لكم هالشكل، بس يويلنا عاد اليوم إحنا قلنا هالكلام. إذا وبعد أيضا عند الساعة 11 راح تتابعون برنامج مشاعر المباشر اللي يستقبل اتصالات المشاهدين من داخل وخارج قطر للتعبير عن مشاعرهم لمناسبة اليوم الوطني، ولتعزيز روح الانتماء والولاء تجاه هذا الوطن الغالي اللي نتمنى من الله عز وجل أن الله يحفظه، إضافة إلى استضافة شخصيات قطرية في مجالات متعددة ومختلفة أيضا. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب، لاقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب، أو عبر الانستغرام الريان تي في. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، في أمان الله. في حفظ الله. صفر الشقب لو وحات العاديات الضابحات والسربة اللي بالقنا له مفعول ماضيات الخيل في
عرضة الحكم سموا واعتلوها ربع لهم ماضي وساندهم عيال في عرضة الحكم سموا واعتلوها ربع لهم ماضي وساندهم عيال يبغون عادة لهم ما نسوها في فرحة الأعياد